إذن مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من بوفكران. الآن غنبقاو مع واحد الصديق ديالي، آيات بينات من الذكر الحكيم إن شاء الله. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون، لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك، قال إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. أما برموا أمرا فإنا مبرمون، أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون، فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وهو الحكيم العليم. صدق الله العظيم. متى يا كرام
الحيين تراكم متى يكرا يا كرام يا كرام يا كرام الحيين تراكم وأسمع من تلك الديار نداكم ويجمعنا الدهر الذي حال بيننا ويجمعنا الدهر الذي حال بيننا ويحظى بكم قلبي وعيني تراكم سقاني الهوى كاسا من الحب صافيا فيا ليته لما فيا ليته لما سقاني سقاكم فيا ليت قاض الحب يحكم بيننا لما لما دعني دعاكم كتبت لكم نفسي وما ملكت يدي وإن قلت الأموال وإن قلت الأموال روحي روحي فداكم طلع البدر علينا من تاني ليات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير ذا والذي صاح لدينا وعلمنا يقينا كل حي سوف يفنى أو خير محيي الميتين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين آمنت بالله وحده صدق الله العظيم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا اللهم فيما أعطيت أقنا برحمتك شر وسوء ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اهدنا بالهدى وزينا بالتقوى اللهم اهدنا بالهدى وزينا بالتقوى اللهم كن لنا كما كنت لعبادك الصالحين يا إلهنا من نقصد وأنت المقصود اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن وعافنا بعناية القرآن وارفع درجاتنا بالقرآن وزينا بزينة القرآن اللهم اغفر لنا وارحمنا وارحم والدينا وارحم من علمنا وارحم من سبقنا بالإيمان يا أرحم
أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا هذا الوباء، اللهم ارفع عنا هذا الوباء يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. شكرا لك الصديق الكريم، صراحة قراءة رائعة، صوت ما شاء الله. حلقتنا بلغت إلى نهايتها مشاهدي قناة شوف تي في الأوفياء، إن كان من توفيق فمن رب العالمين، وإن كان من تقصير فمن الشيطان الرجيم. نلتقي إن شاء الله في موضوع آخر، مكان آخر. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.